سلام بعدا بخير كلشي مزيان من سولك حنا كنديروا برنامج انا بديت اسفك كنسولوا دراري وبنات على كيفاش كتجيكم بديت اسفك شنو الراي ديالك بديت اسف السلام عليكم بعدا المهم اسفي مدينه زوينه الصراحه انا كتعجبني وفيها شي بلايص زوينين يعني الاغلبيه لا بليبار ديال البلايص زوينين غير هو الناس ديالها يزيدوا شويه بها القدام يعني باش تولي شي مدينه سياحيه بحال مراكش مثلا صويره تشيه يعني عندها حقه وكاينين فيها مآتر اللي زوينين وتاريخيين. السلام عليكم الدراري. السلام بخير. المهم كنديروا واحد البرنامج كنسولوا الناس على المدينه ديالهم كيف كتجيهم. المهم قول لي المدينه ديالك كيف كتجيك؟ مدينه اسفي مدينه زوينه، مدينه عريقه عندها تاريخ. مي خاصها شويه الاصلاحات، خاص المسؤولين يديروا واحد شويه المجهود من ناحيه تاع السياحه. ترميم الشواطئ، دابا قرب الصيف. ترميم الاثار التاريخيه، المآتر التاريخيه بحال قصر البحر. المهم قول لي انت سميتو خاص يدير الترميم والدراري يديروا عقلهم ما بقاوش يخربوا داكشي اللي داروا مؤخرا. بحال هادشي ديال اسف ومراكش راه تخربت. تخربت شحال من حاجه، تخربت التيران شحال من حاجه، وديروا سميتو ما بقاتش ديك العداوه بين مدونا، يتحضروا شويه. السلام عليكم اختي، داير بخير عليك. المهم كندير واحد البرنامج ديال سول ولاد مدينتك على البلاد ديالهم كيف كتجيهم، كيف كتجيك المدينه ديالك؟ صراحه مدينه اسفي هي كنت تقولوا حاضره المحيط. انا كنعتز وكنفتخر انا كنتمي لمدينه اسفي، فهي صراحه من اروع المدن وخاص الناس المسؤولين يعني يتهلاو فيها، يعني بزاف الحوايج ناقصينها يعني على مجموعه من المستويات، يعني خاص المسؤولين ينهضوا بهذه المدينه ويشيدوا بها. يعني المدينه هي من احسن المدن صراحه، المدن المغربيه ومن اقدم المدن المغربيه. وكاين فيها شحال من حاجه الناس ما هاملين، يعني مهبوله من جميع النواحي، لا بنيه تحتيه لا بزاف الحوايج. من ناحيه الخدمه ما كايناش، يعني كنلقاو مجموعه من الشباب يعني عاطينا العمل، يعني خاص الناس ينهضوا بهذه المدينه ويهتموا بها على جميع الاصعده. السلام خويا، كي داير بخير؟ لاباس عليك. يعني المهم كندير واحد البرنامج كنسولوا الناس، المهم كيف كتجيك المدينه ديال اسفي؟ المدينه اسفي كتجيني شويه وصافي. تبدل فيها والو؟ شويه كاين تحسن الحمد لله. كاين تحسن؟ كاين شويه. مزيان. نو جاد! نو جاد بليز نو! 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 السلام عليكم، كي دايره لاباس؟ كيفاش كتجيك مدينتك اسفي؟ مدينه اسفي مازال ناقصها بزاف ولكن عزيزه عليا وتعجبني انا. السلام عليكم، كي داير؟ وعليكم السلام ورحمه الله. بخير خويا، الحمد لله، بارك الله فيك. المهم نسولك واحد السؤال على مدينه اسفي. مرحبا. شتو كيفاش كتجيك مدينه اسفي؟ مدينه اسفي اخويا مدينه جميله، مدينه عريقه، مدينه كتزخر بمآثر تاريخيه، مدينه جات في واحد الموقع استراتيجي، مدينه اللي كنقول بالله راه كسبات الحب ديال بزاف الناس من الساكنه ديالها الا ما قلتش كاملين، ومدينه حتى الناس اللي ما ساكنينش فيها كتعجبهم بزاف مدينه اسفي. وبالنسبه اللي كينقصوا فيها بزاف الحوايج الصراحه. المسؤولين ديال اسفي هما اللي ما باغينش يتهلاو فيها ويخلوها باش تكون من احسن المدن في شمال افريقيا. شكرا على العفو خويا. الله يستر خويا. الله يستر. المهم جوار، كتبغي تقول للناس اللي دازوا معنا اليوم؟ كون كنشكر كاع الناس اللي دازوا معنا في هاد الفيديو هذا ديال اليوم، والله صافي بليزير خوت. المهم اللي بغى يشارك معنا شي واحد في انترفيو يكون ساكن مدينة اسفي، غنخلي النمرة ديالي تحت في الديسكريبشن، دخلوا عندي الواتساب، نكبروا العائلة ونكبروا العشرين ان شاء الله، وبزاف ديال الكونسيبت جايين ان شاء الله معاكم انتوما العشرين. نتمنى منكم تدعمونا وتثقوا فينا، وما تنساوش حطوا لنا اسئله نسولوا بنادم. عندو الصح، نسيت ما قلتش لكم هذا البلان. ان شاء الله في الفيديو حطوا لي كومونتير ديالكم، قولوا لي الاسئله اللي غنسولوا الناس ان شاء الله في الحلقات الجايين. يلا باي باي. سلامة الدراري.